لكل الطيبين اللي بيتفرجوا علينا، وتحية لكل واحد فيهم، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تيجي السنة 2017 تهل بعد ساعات، وكل أحلامكم متحققة، وكل أمانيكم طيبة، وكل الأمن والأمان ليكم. حلو نودع سنة فاتت بكل ما فيها من تحديات علينا وعلى البلد وعلى العالم، كانت كتيرة، بس تفضل المشاعر هي السند، والمحبة الحقيقية هي اللي بتخلينا نكمل، والأمل في أن بكرة وفي أي شيء حتى لو بعيد الحقيقة بيبقى حزام الأمان اللي بيحمينا من أي يأس يمر علينا في الأيام وبرودتها ووحدتها. ويفضل العطاء أجمل شيء ممكن يدينا الدفى في عز البرد، ومش مهم معاك إيه، المهم يساوي إيه للي عايز تدهوله أو للي محتاجه، المهم أنه يحس بالعطاء ده، وانت كمان قلبك يتملي بالخير والدفى وانت بتديهوله. У тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. ايوه، دفعت ثمن كبير قوي ما يقدرش ناس كتير كبار يدفعوا. دفعت كل اللي تملكه، دفعت اغلى ما تملكه، اشترت لاختها اغلى ما تملك بكل ما تملك، لانها شايفاها تستحق، وكل اللي عايزاه انها تبتسم، لان عينيها شايفه تعبها ومقدره كفاحها ومقدره وقفتها معاهم. حلو إحساس الامتنان في الحياة من الناس اللي بنحبها، إحساس رائع إنك تلاقي اللي مقدر تعبك وجهدك وحمايتك، وإنت كمان تكون نفس الشيء اللي بيعمل ليك حاجة. مهما كان الخلاف، اوعى تفرط في اللي في إيدك أو ترفض رعايته وحمايته ليك. خليك فاكر دايما إن أغلى شيء في الحياة هو دفى القلوب اللي محوطينك. إياك يعني تزهق أو تمل رعايتها، أو تفتكر إن راحتك في البعد عنها. ساعات بنفتكر إن البعد عن الأهل، البعد عن الوطن، البعد عن اللي بنحبهم، الهجرة للمجهول، المرمطة في بلاد الله من غير تمن، هيكون أحسن بكتير من دفى العيلة ولمة الناس حوالينا، أو دفى الوطن وستره فنهاجر للمجهول. الحقيقة ونسيب البيت واللمة والعيلة. إياك تفرط في اللي في إيدك، مفيش حد هيبقى عليك ولا يطبطب عليك وقت الأزمة غير اللي منك، اللي من دمك، اللي دايما شايل همك. نو نو نو،
ไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดงใจดีอะไรกันไปแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะขึ้นรถไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป่ะแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอ่ะค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นอะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็ไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเขาค่ะให้เขาคิดด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดمفيش أجمل من دفى العيلة ولمة الأهل، مفيش أجمل منها، اوعى تفرط فيها، اوعى تفتكر إن السفر من غير هدف، إنك تسيب أهلك، إنك تهاجر هجرة غير شرعية، إنك تسيب العيلة علشان تعمل اللي أنت عاوزه، إن ده اللي هيحقق لك الراحة والسعادة، اوعى تصدق الكلام ده. قوتك، وجودك بين عيلتك وبين ناسك، سعادتك، سترك، الإيد اللي هتطبطب عليك اللي هتمسح دمعتك هي لما تكون بين ناسك. صدقني اوعى تفقد الإحساس ده. في ناس بقى غير البنت دي بيفقدوا الغالي قضاء وقدر، وبيفضل الحلم إننا نفضل على تواصل مع اللي بعدوا عننا وفرقونا أغلى إحساس بنحس بيه. أيوة، يفضل الشوق ليهم والطلة في عينيهم الإحساس بإيديهم اللي بتطبطب علينا أو احتوائنا ليهم غالبنا، لكن هي كده الحياة. ورغم قسوة أي فراق تفضل الأعياد والمناسبات أكتر الأوقات اللي بتفكرنا باللي راح، وبيفضل الشوق ليه موجود. وكلمة كل سنة وإنتي طيبة يا أمي، أو كل سنة وإنت طيب يا بابا، اللي بنتمنى نسمعها أو نقولها ليهم جوانا تمام زي البنت دي اللي اخترعت في خيالها وسيلة تفضل بيها على تواصل مع جدتها. كل سنة وانتم طيبين، قولوها لبعضكم دلوقتي وللي فاتنا وراح العالم التاني برضو هتوصله. كل سنة وكل الطيبين اللي راحوا عننا، كل سنة وهم طيبين حتى لو بعيد عننا، هتفضل الأحلام اننا نقابلهم موجودة، ويفضل خيالهم قصاد عينينا موجود وقائم. كل سنة وهم طيبين. امسك تلسكوب وبص فوق، أكيد هيبص عليك. تحياتي. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this planet, you know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind.
young but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You'll have the world away. You'll have the world away. الخيال ممكن يعمل ايه؟ مش بس بيربطك باللي راح او باللي فرقك، لكن بيخليك قادر تعيش لحظة سعادة تخلقها انت لنفسك. جرب وما تيأسش، الحياة تستاهل تسعد فيها كل الناس اللي حواليك، الحقيقة بما فيهم انت نفسك. ما هو لو انت مش سعيد عمرك ما هتعرف تسعد اللي حواليك. جرب معنى السعادة علشان تعرف تسعد الناس في الدنيا اللي فيها انت عايش. جرب تبقى سعيد علشان تسعد اللي حواليك. ชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดالنبي جرب ما تقولش ما عرفش والنبي جرب وقوم كده وشد حيلك وهز طولك وما يهمكش القعدة مش هتجرى لها حاجة لو انت عايز ترجع لها تاني هتلاقيها برضو مش هتروح في حتة
جرب، علشان أجمل حاجة في الدنيا إنك تشوف السعادة في عينين الناس حواليك أنت بتديها، حتى لو ابتسامة صغيرة، حتى لو طبطبة على الكتف، حتى لو مساعدة في أي حاجة. يعني إيه تدي كل شيء وأي شيء؟ يعني تعيش الحياة، الحياة كما ينبغي أن تكون. يعني أنت ملكش قيمة من غير عطائك اليومي وبصمتك اليومية في الحياة بكلمة وابتسامة ومساعدة من أي نوع. يعني إيه؟ يعني ببساطة تكون إنسان تنفذ أمر الله في خلقك بالإعمار في الحياة. والإعمار مش بس زرع في أرض أو بنى في بيوت أو مدن ومصانع وطرق وبس، الإعمار أي حاجة تساعد بيها حد أو تسعد بيها حد. وهو ده التحدي الحقيقي في زمن بيفقد كل يوم جزء من إنسانيته. امسك انت في انسانيتك، لانها اللي هتقابل بيها ربنا يوم العرض عليه. حتى لو كل اللي حواليك قرر انهم يتحولوا لوحوش، خليك انت مبعث السعادة في الحياة، وبص للدنيا بمنظار تاني، من تلسكوب مختلف، علشان تقول اقدر اكون انسان اسعد كل اللي حواليا. Sun and moon to you, and if you share with your heart, yeah, you give with your heart. What you share with the world is what it keeps of you.
بدايات الخير مش محتاجة انك انت تقول مين هيبقى معايا، ابدأ والناس هي اللي هتيجي وراك. اجمل شيء تعمله في الحياة انك ترسم ابتسامة رضا على وش الناس حواليك، او ابتسامة امل، وكلاهما اعمار مكتوب ليك وباسمك في سجل الحياة. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل. كل سنة وانتوا طيبين. 2017 ساعات وتبتدي. افتكر دايما اهم حاجة تحافظ على انك تكون انسان. تحياتي. قبل ما نرجع تاني لكلامنا، الحقيقة يعني أرد على بعض الرسائل. العزيز علي منصور: جرعة تفاؤل وأمل وتجميع إيجابي على مشارف عام جديد، كلنا محتاجين الأمل. تحياتي ليكي طبعا، وتحياتي طيب عليك وعلى الطيبين، وسنة سعيدة عليك أنت كمان، تبدأها بكل حاجة حلوة أنت مستنيها أنت وأسرتك الكريمة. لكن خلوني أرجع لأمي سهير، الحقيقة زقلمة، اللي بتقول برضو سافروا وسابونا يا نشوة. هي قصدها على الطيبين، على الولاد. هيرجعوا يا سوسو، هيرجعوا مهما سافروا، هيرجعوا تاني، والأيام هتجمعكم. بس هم مسافرين أكيد علشان يعني مش زي البنوتة اللي كانت في الفيلم، هم أكيد مسافرين للدنيا الواسعة اللي بتاخدهم، بس أكيد هيرجعوا تاني، وأكيد لسه هيبقوا يعني في أيام تجمعك بيهم. كل سنة وانت طيبة وكل حبايبك بخير، وعندك بنات كتير في الحياة. كل سنة وانت طيبة. ساعات وتبدأ سنة جديدة بأيام وأحداث جديدة، انت جزء كبير من صناعة الحدث في الحياة، انت جزء من التغيير المنشود في الحياة. لازم تبقى فاكر ومدرك انك فاعل في حاجات كتير حواليك وقرارات كتير بتاخدها. يمكن ما يكونش لينا ذنب في قرارات السياسة العامة والأحداث الكونية المحيطة بينا اللي بتحوطنا طول الوقت، لكن أكيد لينا دخل في تربية ولادنا والاهتمام بمصالحهم وسماعهم وسماع مشاكلهم. أيوة، علشان ما يروحوش لحد برة أو يسمعوا ليه أو يتظاهر أنه بيسمع ليهم. خدوا بالكم من ولادكم واسمعوهم وضموهم ليكم وصحبوهم، صحبوا خيالهم وأحلامهم واحتووهم. أصلهم اتخلقوا لزمن مش زمننا إحنا، وهيعيشوا زمن مش هنكون معاهم فيه، فلازم نبقى داعمين ليهم بنصيحة ومحبة وصحبية وفهم ووعي وحسم ورؤية. كفايانا مسخ صاب عيالنا لما بطلنا نسمعهم وهجرنا لمتنا في وسطيهم بحجة الجري ورا لقمة العيش. املوا خزنة ولادكم بالذكريات الحلوة علشان يوم ما تقسى عليهم الحياة ما يتهوش، ويوم ما يقابلوا ولاد الحرام من تجار دنيا ودين وأخلاق يعرفوا يقاوموا ويواجهوا الزيف ويكملوا مستورين. خلوا ولادكم استثماركم في الحياة، ابنوا فيهم ما تبنوش ليهم، واللي يقدر يعمل يتنين يا هناه، بس الأهم البنى فيهم. مش مهم معاك قد إيه تديه ليهم، المهم بتعلمهم قد إيه. تمام زي الأم دي، هي وبنتها والأناناس. وافتكر معايا الأناناس. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไอติมสับปะรดนะคะ
ับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556ايوهالقصة مش بس قصة تعليم، القصة كمان قصة صبر وتجربة واستعداد لتحمل النتيجة وتقبل الفشل والإصرار على المحاولة. ياريت نعلم ولادنا ده، لأنه هو اللي حيجمد عودهم في أيام ما يلاقوناش فيها جنبهم. لكن الحقيقة محتاجين كمان أنه في أيام الصعب يعرفوا يتصرفوا ويكونوا مدعاة للفخر ويكونوا مدعاة للحلم والأمل والطيبة ويكونوا رجالة بمعنى كلمة رجالة. لازم أول أحمد محمد عبد اللطيف. الضابط في قوات الصاعقة المصرية أصيب في مواجهات أمنية مع عناصر إرهابية في سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر سيادتكم كلكم حضور المؤتمر، وشرف لي أن أتكرم من سيادة الرئيس، ودي تاني مرة أتكرم من سيادتك. اتكرمت في 2013 من سيادتك، كنت حصلت على بطولة العالم في الصين، وده كان شرف لي سيادتك وحضرتك قلت لي كمل بطولات، وأنا الحمد لله دخلت صاعقة وربنا كرمني ورحت سينا وحصل لي إصابة في رجلي. طبعا حسيت ان الحياه وقفت، حسيت ان مستقبلي راح. ده طبيعي لما حصل لي باتري في رجلي بعد ما كنت بطل عالم يحصل لي حاجه زي كده. طبعا اول زياره للسيد القائد العام، قال لي كل الناس اللي في الاوضه اطلعوا بره، وقال لي انت حياتك ما وقفتش. قلت له يا فندم انا كنت بطل عالم ودلوقتي اتصبت. قال لي وهتفضل بطل عالم ووعدني. انا وعدته والحمد لله، وانا في المستشفى عملت 12 عملية في رجلي ما أثرتش فيا، ولما قمت على رجلي وأنا في المستشفى كنت بتمرن، ورحت مثلت مصر في السويد وأنا في المستشفى في بطولة العالم للمراحة الرياضية، وربنا كرمني كسبت بطل اليابان وبطل أمريكا، وكانت أول مرة إن أنا أسافر بره مصر وحقق حاجة زي كده. رسالة بس للناس اللي هي بتسمع عن سينا بس، أحب أبلغ الناس الإنهاس والإرهاب، مش أنا بس اللي بتصاب، ناس كتير بتصاب، مش عارفين يعني إيه واحد يبقى جنبك ويستشهد، مش عارفين يعني إيه صاحبك قدام عينك يموت. طبعا أنتوا مش حاسين دوت بتسمعوا عنه بس،
لا الموضوع كبير، يا ريت ما نستهونش بيه. الناس اللي في سينا دي انتوا مش حاسين بيهم، ان هم يناموا في وسط الجبل يصحى يلاقي الخيمه واقعه عليه. باقل مجهود مننا بنلاقي خسائر وما بنقولش ان احنا وقفنا. بلغ رساله للارهاب انا ما تاثرتش وهكمل ان شاء الله، وزي ما انا واصحابي اللي هناك بعد ما انا اتصدت كل واحد فيهم كان يموت واحد ارهابي كان يبعت له صورتي يقول لي انا جبت لك حقك. طبعا انا حقي أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم دوت، وأشكر سيادته إن هو رقاني لرتبة ملازم أول. شكرا. اوعى تفتكروا إن ابتسامة أحمد وكلامه لمجرد إن هو واقف قصاد رئيس الدولة وقصاد الكاميرات. أنا زرت أحمد الحقيقة في يونيو اللي فات في مستشفى المعادي للقوات المسلحة. لو تشوفوا ابتسامة الرضا هي نفسها ابتسامة الرضا اللي على وشه. لو تشوفوا يعني معنى الصبر في عيون مامته الله يديها الصحة، يا ربي تعرفوا معنى اللي هو بيقوله. يا ربي كل اللي زي أحمد الحقيقة برضو صعقة، يعني يرجعوا بالسلامة ونبقى كلنا مدركين ان اللحظة دي بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا حاميين العرض والأرض، كل سنة وانتوا يا رب عارفين معنى كلمة وطن، وغيركم كمان عارف معنى كلمة وطن وستر وبيت. تحياتي لأحمد عبد اللطيف الملازم أول. أحمد عبد اللطيف الرجولة ما بتتخلقش كده، علموا ولادكم يعني إيه رجولة علشان يبقوا زي بتاعة الأناناس لما تسيبوهم يعرفوا يعيشوا صح، وعلشان يبقوا زي الملازم أول أحمد عبد اللطيف لما الأيام الحقيقة الصعبة تيجي عليه يفضل أسد واقف صامد ويعرف يكمل الحياة. تحياتي وكل سنة وانتوا طيبين، والسنة الجاية يا رب دايما كويسين محميين في لمة عيلة وعزوة الحقيقة، عزوة الوطن وستر الرضا. يا رب سنة سعيدة علينا كلنا وعلى بلادنا. تحيا مصر وتحياتي، وتحيا بيكم كلكم يا طيبين، كل سنة وانتم بخير.